مرحبا بحضراتكم من جديد، وطبعا لازم نبتدي الصبح نشوف اطلاله سريعه جدا على الجو، اخباره ايه والمتوقع خلال الساعات القادمه والايام الثلاث القادمه. بيتوقع خبير هيئه الارصاد الجويه ان يسود اليوم طقس شديد الحراره الرطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشماليه، بينما يسود طقس معتدل الرطوبه رطب ليلا على القاهره الكبرى وباقي الانحاء. بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونص لمترين، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر 75 سنتي. معنا دكتور أيمن شاكر خبيرة الأرصاد الجوية عشان تعرفنا على أخبار الطقس. دكتور أيمن برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو، وأهلا وسهلا بك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور أيمن طمنينا إيه الأخبار؟ احنا طبعا بدأنا موجة حارة منذ اول امس، ارتفعت فيها درجات الحرارة وسجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة امس 39 درجة. بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم مستمر هذا الارتفاع في درجات الحرارة، ويمكن هيزيد تدريجيا. النهاردة وغدا متوقع تصل الى 40 درجة، من يوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة هتصل من 41 الى 42 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. بالنسبة للسواحل الشمالية هتتراوح من 34 ل 35 درجة، أما بالنسبة لمناطق من جنوب البلاد هتتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 44 و45 درجة مئوية. طبعا كل درجات الحرارة اللي أنا ذكرتها هي درجة الحرارة المقاسة في الظل طبقا للشروط اللي بتضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لكن طبعا تحت أشعة الشمس الوضع بيكون مختلف تماما، بيكون في فرق كبير في درجات الحرارة. أيضا مع ارتفاع نسب الرطوبة المستمرة معانا في الأيام القادمة بتزود الإحساس بدرجات الحرارة بحوالي من درجتين إلى 4 درجات. فلو القاهرة بنقول ان درجة الحرارة العظمى 40 درجة، الاحساس بيها بيكون ما بين 42 و43 درجة مئوية، وده طبعا بينطبق على باقي محافظات الجمهورية. ايضا حابين نأكد على كل السادة المشاهدين، اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الاسبوع هيكون في فرص امطار على بعض مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر، وايضا الشبورة المائية اللي شاهدناها في الصباح الباكر هتكون مستمرة معانا في الايام القادمة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة والاستقرار التام والهدوء التام في سرعات الرياح، ده بيؤدي لتكون الشبوره المائيه في الصباح الباكر، لكن ما فيش منها مشاكل او قلق على الطرق، الرؤيه بتسمح بحركه المرور والسفر على معظم انحاء الجمهوريه. حابين ناكد على كل الساده المشاهدين الابتعاد تماما عن اشعه الشمس المباشره في الفتره من الظهر من الساعه 12 الظهر تقريبا حتى الساعه 5 عصرا، لان دي الفتره اللي بتسجل فيها اعلى قيم لدرجات الحراره، فنحاول بقدر الامكان نبتعد عن أشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، وربنا يحمي الجميع إن شاء الله. طيب دكتور أيمن برضو في فرق كبير في درجات الحرارة ما بين يعني المدن المطلة على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، الحقيقة في تفاوت كبير في درجات الحرارة، يا ريت بس عشان الناس المستفيدين، وانت عارفه هذه الفتره في ناس متجهه للغردقه وشرم الشيخ والعين السخنه، وفي ناس متجهه لمرسى مطروح واسكندريه، وفي اختلاف كبير في درجات الحراره. هو بالنسبة لإسكندرية ومطروح وبورسعيد ورأس البر وبلطيم هتكون درجات الحرارة بتتراوح من 34 ل 35 درجة، بالنسبة للغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة بتتراوح من 39 إلى 40 درجة، طبعا بتكون أكثر حرارة. وطبعا زي ما قلت إن إحنا بنأكد على كل المصطفين يعني يقدروا يتواجدوا على الشواطئ في فترات الصباح الباكر أو في بعد العصر، لكن الفترة من ظهر العصر نحاول نتجنب أشعة الشمس، وطبعا لازم كريمات الوقاية للشمس دي حاجة مهمة جدا خلال هذه الفترة. طيب بالنسبة لحركة برضو الموج دكتور أيمن بالنسبة للبحر الأحمر والبحر المتوسط، الملح البحرية مستقرة تماما سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، وارتفاع الموج بيتراوح من متر ونص لمترين، وده طبعا يعتبر حالة مستقرة تماما والموج معتدل سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط. تمام. طيب درجات الحرارة بشكل عام دكتور أيمن، السواحل الشمالية تتراوح من 34 ل 35 درجة، الوجه البحري والقاهرة هتتراوح ما بين 40 و42 درجة حتى نهاية الأسبوع. بالنسبة لمناطق جنوب البلاد إن الأقصر أسوان خليج شلاتين هتتراوح من 44 إلى 45 درجة مئوية. نعم شكرك، شكرا جزيلا على هذه المتابعة دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحليل والاستشعار عن بعد، شكرا جزيلا لحضرتك. نرجع بقى نبدا اخبارنا سريعا في عجاله. نظمت مؤسسه دار التحرير للطبع والنشر مؤتمر ومعرض الجمهوريه بعنوان مصر السيسي وبناء الدوله الحديثه، وبهدف المؤتمر لتفعيل الوعي بجهود الدوله وانجازاتها غير المسبوقه خلال السبع سنوات الماضيه تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتابع التقرير مع حضراتكم.
رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انطلق بمركز المنارة للمؤتمرات معرض ومؤتمر الجمهورية في نسخته الأولى بعنوان مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة، والذي استعرض ما تم من مشروعات في كافة القطاعات والمجالات لبناء دولة عصرية متطورة. لقد اختارت جريدة الجمهورية طريقا ومسارا خاصا للاحتفال والاحتفاء بما حققته ملحمة المصريين خلال السنوات السبع من نجاحات وإنجازات وقفزات غير مسبوقة أقرب إلى المعجزة، ليكون احتفالنا في شكل مؤتمر لنعرض معا تفاصيل وملامح تجربة ملهمة جسدت رؤية قائد عظيم. قطعت الدولة المصرية خطوات تنموية ضخمة وفق خطة استراتيجية إصلاحية شاملة وإرادة سياسية قوية لبناء جمهورية جديدة. استهدفت الدولة من خلالها تحسين الأحوال المعيشية للمواطن المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. تناول المؤتمر العديد من المحاور والتي عكست الإنجازات الكبرى في مختلف المجالات كالتعليم والإصلاح الاقتصادي والمالي ومحاربة التطرف والتشدد من خلال مواجهة شاملة فكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية، وأكبر مظلة للحماية الاجتماعية، وما تحقق أيضا في مجال الشباب والرياضة وتطوير وتنمية الريف المصري من أجل توفير حياة كريمة للمصريين، وكذلك ما تشهده مصر من تطور كبير في مجال الاتصالات والتحول الرقمي. الخطة دي بدأت بإدراك إن التعليم محتاج ثورة زيه زي الطرق وزي الإسكان وزي حياة كريمة، وده اتقال سنة 16 لما كنا بنحط في مؤتمرات الشباب إن التعليم عامل زي عمارة قديمة متهالكة وإحنا عاوزين نبني عمارة جديدة ونغيره بالكامل، وكان قرار جريء جدا إن إحنا نحط نظام تعليم جديد. الجمهورية الجديدة هي المقصود منها ليست مباني أو مجرد مباني فقط، ولكن المقصود بها حياة كريمة وإعادة رسم خريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانيات الاقتصادية على كافة ربوع مصر بما يستوجب حل المشكلات الحاضر وتحديات المستقبل. عشان نطلق الإبداعات في عدد كثير من البرامج ونحط إيدينا على ابتكارات الشباب ونمشي وراه كمان لتمكين الشباب ما بعد هذا الابتكار، وفتحنا كمان إبداع مراكز الشباب وإبداع الأندية، هنفضل ورا كل شاب علشان نحرر ونطلق إبداعاته بشكل كبير. وخلال المؤتمر تم إبراز دور الجريدة الجمهورية على مدار السنوات الماضية والتي خاضت معركة الوطن من أجل البقاء والبناء، وأفردت صفحاتها وسخرت أقلامها وكتابها للحديث عن تجربة مصر الملهمة في البناء والتنمية. مسيرة عطاء وتقدم وبناء وتنمية سطرتها الدولة المصرية في 7 سنوات بتقديم تنمية شاملة في كافة القطاعات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم رؤية ثاقبة وإرادة حكيمة استعادت من خلالها مصر مكانتها الحقيقية ومكانتها من بناء جمهورية جديدة عصرية ومتطورة تصبو إلى تحقيق آمال وطموحات شعبها في كافة المجالات. من مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، أحمد سعد الدين، النيل. الحقيقة طبعا الرياضة مهمة جدا جدا في كل عمر وفي كل مكان وفي كل زمان، وده اللي بتأكده مدربة التدريبات الرياضية البدنية نوال بير قادر البالغة من العمر 77 عام عن حبها وشغفها للرياضة بشكل كبير. تعطي نوال دروس ايروبكس بيصل عددها ل 12 درس في الأسبوع، وتقول إن الرياضة ليست فقط مفيدة لصحتها الجسدية ولكنها مفيدة بالأخص لصحتها النفسية بعد أن غادر أبنائها الخمسة سوريا وتركوها وحدها. وأكدت نوال إن الرياضة أصبحت جزء من حياتها بعد أن مارست التدريب في عدد من الصالات الرياضية على مدى 35 عام. تمكنت نوال من فتح عدد من الصالات الخاصة بها قبل 15 عام واللي بيخدم النساء في مدينة وضواحي حمص. بترتاد النادي حوالي 50 امرأة من مختلف الفئات العمرية 6 أيام بالأسبوع، ليس فقط للتدريب لزيادة اللياقة بل أيضا للتعرف على فوائد الرياضة من نوال وهي قارئة نهمة لكتب الرياضة. ويبدو أن عمرها بالإضافة لشغفها بالرياضة هما ما يجذبان النساء لحضور الدروس الخاصة بها، إلى جانب كونها مدربة رياضية في مثل هذا العمر بتعيش نوال حياة غنية بتمارس فيها العديد من الأنشطة مثل الطهي والقراءة ولقاء الجيران والأصدقاء في عدد من الأوقات.
نروح لباكستان، بتلجأ عدد من الشابات الباكستانيات إلى العمل في محطات الوقود للمساعدة أو مساعدة أسرهن وتلبية الاحتياجات والعمل في مجتمع بيهيمن عليه الذكور بشكل كبير جدا في البلاد. بالنسبة للشابتين سابانا وتهمنا، فإن العمل في محطة بنزين في كراتشي يتطلب شجاعة وثقة بالنفس. وتقول الشابتان الباكستانيتان أنهما اختارا وظيفة المساعدة في تمويل الوقود طبعا لمساعدة أسرهم وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم. وترى سابانا البالغة من العمر 21 عام أن المرأة يمكنها أن تفعل كل شيء، لكن يجب أن تتحلى بالشجاعة وثقة بالنفس. أما الشابة تهمنا فبتقول أنها لا تهتم بما يقول الناس لأنهم لديهم تحيزات. تعمل تهمنا وسبنا في محطة بنزين مملوكة لشركة النفط الحكومية الباكستانية، وقدمت الشركة حتى الآن حوالي 15 وظيفة لامرأة باكستانية في جميع أنحاء البلاد. نروح للندن طبعا، اللي كانت خفيفة القيود الخاصة بكورونا منذ فترة، لكن طبعا يبدو أن هذه القيود يعني ابتدت اعداد الاصابات تزيد بشكل كبير. لكن اقيم مهرجان خاص بموسيقى لقاح كورونا، واللي بيهدف لتشجيع المواطنين على تلقي الجرعه الخاصه ضد الفيروس، وذلك من خلال فعاليات موسيقيه الى جانب مراكز التطعيم. نتابع التقرير مع حضراتكم. قد يستبعد البعض التقاء الموسيقى مع الوباء الذي يسبب المرض والوفاه للكثيرين ممن حولنا، لكن مهرجان موسيقى اللقاح في لندن اتبع نهجا مغيرا باستخدام الموسيقى لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح ضد كورونا. وفي وسط حديقة بوسط العاصمة البريطانية تستمر فعاليات المهرجان على مدار 4 أيام لتقديم التطعيمات للسكان دون الارتباط بأي وقت محدد. لقد كانت شهورا صعبة للغاية على الجميع. أريد فقط أن أشعر بالتحصين، أريد فقط أن أشعر بتحصين عائلتي وكل من حولي. ووفقا للأطباء، فإن الهدف من مهرجان اللقاح هو تسهيل تلقي اللقاحات قدر الإمكان لمن لم يتم تطعيمهم. تشهدون معا تطعيما ومهرجانا لمدة 4 أيام، وهو ما يقوم به شركاؤنا مجلس بلدية تاور هاملتس وكذلك صندوق بارتس التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، الذين يحاولون تشجيع المواطنين على القدوم وتلقي اللقاح. إنه أمر يتم في حديقة محلية في محاولة لتسهيل مجيء الناس قدر المستطاع، وما نهدف إليه هو تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين. يشار إلى أن أكثر من 72% ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما في المملكة المتحدة تلقوا جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا وفقا للإحصائيات الحكومية، إلا أن السلطات قلقة من تباطؤ الطلب لا سيما من الفئات العمرية الأصغر. بنروح مجددا لإيطاليا، أعيد افتتاح معرض ومجمع الصروح اللي بيطلق عليه بيالوتا للزوار مجددا، ويقع المركز التاريخي في مدينة بارما في إيطاليا. بارما طبعا هي مدينة صغيرة موجودة أو تعتبر العاصمة الثقافية في إيطاليا، وبتحتوي على عدد من الأماكن اللي كان من غير المسموح زيارتها، وتتضمن مسرح فارنيز الكهفي تم بناء هذا المسرح سنة 1618. ومن المتوقع، وكان الموقع قد أنشأ في البداية من جانب عائلة فرينز في أواخر القرن 16، إضافة للمساكن العديدة لكل دوق ودوقة واللي كانوا بيمتلكونها بالفعل. وقد قررت ماريا لوجا من النمسا وزوجة ثانية لنابليون ودوقة بارما سنة 1814 حتى وفاتها تحويل ما كان يعد مبدئيا سلسلة أكثر عملية من المباني إلى مجموعة من المساحات المخصصة للفن والمتاحف، وتتضمن تلك المجموعة مسرح فيرونز اللي بيعتبر أول مسرح حديث في العالم الغربي. تم بناء المسرح سنة 1618، بيستمر الهيكل الخشبي الجميل في إثارة دهشة الزوار، وكان المسرح قد أغلق مثله العديد من المسارح في إيطاليا بسبب وباء كورونا، لكن سوف يعاد افتتاحه خلال الصيف الحالي، ويمتلك حاليا عدد من المساحات الجديدة تم السماح بزيارتها واللي كانت غير مسموح بالزيارة في وقت سابق. نسيب إيطاليا ونروح لروسيا، اللي نظمت في مدينة سان بطرسبرغ مهرجان سنوي للتجديف مع الالتزام الكامل بقيود كورونا. طبعا كان هذا المهرجان تعطل خلال العام المنقضي، لكن رجع من جديد ليقام مرة أخرى. نشوف هذا التقرير مع حضراتكم.
يبدو وكأنه حفل أزياء تنكرية، لكنه في الواقع مهرجان تجديف تنظمه مدينة سان بطرسبرغ كل عام. المشاركون في مهرجان فونتانكا للتجديف يرتدون أزياء مبهجة متنوعة، لتجد بينهم أبطال خارقون وجنيات، قبل أن يبدأ الجميع التجديف عبر قنوات وأنهار المدينة. المشهد جميل، يمكنك أن تشاهد القنوات المائية من زوايا مختلفة. مشهد شاعري، أمر رياضي وصحي، كما أنه يمنح الكثير من الطاقة والمشاعر الإيجابية. مهرجان جميل يجعل المرأة في حالة مزاجية رائعة. إنها المرة الثانية التي نشارك فيها ونحن دائما مستعدون للمشاركة. غير أن جائحة كورونا امتد أثرها حتى لمهرجان كهذا، إذ اقتصرت المشاركة على أعداد محدودة لتجنب الزحام. السلطات اشترطت قصر المشاركة على من تلقوا لقاحات كورونا أو ممن يحملون نتائج اختبارات سلبية أو ما يثبت أنهم تعافوا من الفيروس. الإجراءات التقييدية التي تفرضها مدينة سان بطرسبرغ تحظر أي تجمع يزيد على 75 شخصا في الأماكن المفتوحة. الصعوبة كانت تكمن في عدد المشاركين المحدود بسبب اشتراطات السلطات. لقد أوقفنا التسجيل للمشاركة ولم نسمح بمشاركة كل من كان يريد الانضمام. وتشترط السلطات ألا يتم تنظيم أي فعاليات إلا بعد التأكد من تلقي المشاركين للقاح أو يحملون نتائج اختبارات سلبية للفيروس. الحقيقة وقت الصدفة بتقود لحاجات جميلة جدا، وده طبعا الصدفة اللي قادت عدد من العمال للحصول أو للعثور على أكبر حجر من الياقوت الأزرق في العالم، بينما كانوا بيحفرون بئر في حديقة شخص يقيم في مدينة رانتبورا بسريلانكا. يبلغ وزن الحجر حوالي 510 كيلو جرام، وقد قدر الخبراء قيمته بحوالي 72 مليون جنيه استرليني، وقد نقل لخزانة بأحد المصارف في كولومبو. وعلى الرغم من أن المدينة التي عثر فيها على الياقوت الأزرق تعرف باسم عاصمة الأحجار الكريمة في العالم، إلا أن اكتشاف الاكتشافات ما يزال أو هذا الاكتشاف ما يزال يذهل الخبراء. وقال أحد كبار علماء الأحجار الكريمة أن هذا الحجر ربما تم تشكيله من حوالي 400 مليون سنة. طبعا صدفة جميلة جدا، والصدفة طبعا بتقود لحاجات يمكن غير متوقعة في بعض الأحيان. أطلقت شركة بوستون داينامكس الأمريكية تعديلات على الروبوت الكلب ويدعى سبوت، واللي بيستخدم في أغراض بوليسية. ويذكر أن الشرطة الهولندية كانت أول شرطة في أوروبا بتستخدم الكلب البوليسي الآلي اللي أطلقته الشركة لأول مرة في عام 2016. نشوف هذا التقرير مع حضراتكم. شهرة واسعة حظي بها الكلب البوليسي الآلي سبوت المطور، والذي أثار ضجة كبيرة على الإنترنت مع دخوله الخدمة مع الشرطة الأمريكية. شركة بوستون داينامكس الأمريكية المتخصصة في إنتاج الروبوتات وتطويرها أدخلت العديد من التعديلات لتطوير الكلب الآلي سبوت بعد سنوات من دراستها، فزودته بكاميرات وأجهزة استشعار أخرى، الأمر الذي جعله يحظى بمكانة هامة نظرا لقدرته على السير عبر المداخل وإزالة العوائق الصغيرة، حيث يتم توجيهه عبر جهاز تحكم عن بعد. الروبوت سبوت أصبح قادرا على حمل حمولة كبيرة، بالإضافة إلى مقاومته للماء وقدرته على تحمل درجات حرارة مختلفة، كما يمكنه رسم بيئته واستشعارها وتجنب العوائق وتسلق السلالم وفتح الأبواب. وللكلب الآلي سبوت القدرة على تنفيذ المهام الخطرة بداخل مجموعة متنوعة من البيئات القاسية مثل المحطات النووية وحقول النفط البحرية ومواقع البناء، حيث يتم توجيهه عن بعد، وهو الأمر الذي يجعله ثمينا للغاية برغم تكلفة صناعته والتي تبلغ 75 ألف دولار أمريكي. نروح لكينيا والعاصمة نيروبي. قالت سلطات الحياة البرية في كينيا أنها تمكنت من الإمساك بأسد كان بيتجول في منطقة سكنية، وقامت سلطات الحياة البرية بإرسال حراس وأطباء بيطريين، فقد كان الأسد عالقا بين جدار خرساني وأرواح حديدية في منطقة أونغاتا رونجي، وتم استهداف الأسد بنجاح بسهم وشل حركته ونقله بأمان لمنشأة الفحص البيطري
التابعة لسلطات الحياة البرية للمراقبة ولتطبيقه قبل أن يتم إطلاق سراحه مجددا في المتنزه. المتنزه الوطني الكيني بتحاط الأسوار من ثلاث اتجاهات مع زحف عمراني حوله، وبيقل معنيون بالحفاظ على البيئة أن مادة الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديد بتؤثر على سلوك الحيوانات وبتدفع المزيد من الأسود للفرار بحثا عن مناطق صيد أكثر هدوءا، ولم يتبقى سوى 1000 أسد تقريبا في كينيا بأكملها. بنروح طبعا لأخبار الرياضة ونظرة أكثر شمولية على البرلمان مع زميلة حامد، ونعود من جديد لأخبار الصحافة مع زميلتي حنان عاطف بعد الفاصل. ابقوا معنا.